ثلاث كتاب كاين ثلاثة كتاب عبد الرحيم ثلاثة هو اللي ديالو يلا الله يسر الامر خليك تبيع وشري اخويا غادي يكون مسؤول على راشد راه هو اللي يكون مسؤول من داخل مرحبا تعاونوا معاه الموظفين ديالنا ديال الجماعه غادي يبداو هذا الشيء اللي بغينا حنا صافي داك الشيء اللي بغينا عندنا الحق يدور حنا كنبيعونا ب 50 ريال وهما كيبيعوا ب 50 ريال اش هذاك السيكات اللي غادي اش غادي الله يرحم الوالدين والله يرحم الوالدين والله يعلي دراج هذاك المسجد والطواليت الله يرحم لك الوالدين والله يرحم العزيز عليكم الله يرحم الوالدين هو الاساس الله يرحم الوالدين الله يجازيك بالخير الله يرحم جاوا ما راه غيجيو الثلاث ان شاء الله ان شاء الله الله يرحم الوالدين الله يرحم السيد خويا بخير هاني وشوف حتى تكون هنايا شي اما هادو راه ماشي مشكل هادو غيدير لي مات تحت منه وحده هنا وحده هنا بقاو بحال هادوك اللي جايين جوج وحده حدا وحده حنا دوزنا هنا وعارفين وراه قلت لي انا الا كانت الشتا ما غنمشيوش راه اصلا ما غاتقاديش ندخل حيت عارفين والله نفرحوا من المداخل فهمتي حنا المارشي ما كانش يدخل لنا والو كيفاش غتصلح انتوما راه عارفين بلا ما نهضروا في الشارع فهمتي المارشي هو اللي تنعولوا عليه تلقاو المداخل ما كاينش حنا اليوم جينا تكون المداخل ان شاء الله غنبدا نصرف بحال شي ديال الضوء والمير هذوك الشيء غنبداو فيه السيمانه الجايه الرئيس غدير حسن النيه وما تبقى راه يبقى عليكم انتوما غيكون ميزان ولا دخل السكاط العربيه خويا سيدي الميزان الميزان بالنسبه لك جمال يحمل عجيب هو غيكون معاكم الميزان راه غنبدا هو اللي غتفسر الميزان هو اللي ثاني الانسان ما يقدرش يطلع في الطلعه هنا هذاك واش يكون خاص يكون شي قابوس طويل ويولي خويا شوف لا 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 يدير على حساب كل واحد شحال عندهم شحال كاينه من البلاصه كانوا اربعه البلاصه يديروا اربعه كل واحد يدير واحد شوف راه غادي تخدم لكم السيمانه الجايه على الضو هنايا حتى داك المضوين شو داكشي السرعه ما تبانش مزيان راه السيمانه الجايه غديروا والطواليطات وكلشي راه كلكم غادي تقادوا ان شاء الله صافي السيمانه الجايه غادي يبداو انتم بداو بواحد الطريقه اخرى مرحبا مع الاخوان ديالنا الموظفين ديالنا لان شويه ديال المسائل القانونيه وهذا حتى حنا حد الصوغ غادي يرجع المكانه ديالو تقادوا تصوغ حنا اي حاجه غنقادوا